إن من أعظم القصص التي نسمعها هذه الأيام، والتي أعلم أن الكثير منا قد سمع هذه القصة، وهي قصة ذلك الشاب، الذي لم يتجاوز عمره 18 عاما، لكنه كتب بدمه قصة رجل ليس ككل الرجال. لقد كتب بدمه قصة رجل ليس ككل الرجال. محمود البنا، هذا الشهم العملاق الذي أبى أن يرى فتاة يعترض لها في الطريق، أبى أن يرى هذا المشهد، لكنه غرق بدمه وغدر. لله درك، يا محمود، لله درك، وعلى الله أجرك. والله إن قصتك أبكتنا جميعا، وجعلتنا نحتار، إي والله، وجعلتنا فوق حيرتنا، أنه ما زال فينا أمل أن الدنيا بخير ما دام فيها أمثالك يا محمود. دع الدنيا لنا وارحل، إلى جنات مولانا، ستبقى سيرة عظمى تضيء القلب إيمانا. يا محمود، أشهد والله أنني رأيتك في المنام ضاحكا مستبشرا، ولعلها والله سابق بشرى، أن القبول كتب لك في السماء. يا حبيبنا، رحلت وإني والله أعلم أنه ما زال في قلبك طموح، رحلت وأعلم والله أنك كنت تحلم أن تدرس الطب، رحلت وأنا أعلم أنه كان عندك طموح، وكنت تحب الحياة، وكنت تريد أن تزرع وأن ترسم مستقبلا جميلا، لكنك رحلت، وستصنع هذا المستقبل في السماء إن شاء الله عند ملك مقتدر. فإن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنهون، فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون.